خافير زانيتا. 29 دقيقة جميلة جدا من جانب ميلان لكن بلا أهداف، بدون أهداف. ضربة حرة مباشرة عالية من جانب لودي، خطيرة بالراس، جول جول لجروتالي. الميلاني سابقا يسجل في مرمى ميلان، الميلاني سابقا يسجل في مرمى ميلان. ولاحظ عزيزي المشاهد كاتانيا من اول وصول يسجل في شباك ميلان، بينما ميلان وصل كثيرا. هذه الكرة الماضية، الارتقاء الخيالي من الكبير نيكولا لجروتالي، ارتقى عاليا. أخيرا تقريبا على زمن الشوط الأول في مباراة هذا المساء. أباتي عالية وللأمام، استقبال جميل، التسديدة، جول جول في التوقيت المناسب. يعود ميلان أفضل توقيت يعود فيه ميلان. نعم يعود، وفليمري تقدم وسدد وسجل ثالث أهدافه في الكالتشيو الإيطالي. هدف يأتي لأن يكون خير مكافأة لميلان على أداء ممتاز في الشوط الأول في مباراة هذا المساء. ميلان فعل كل شيء في كرة القدم. كرة عن طريق إسكو، الأرجنتيني يتقدم الآن. لاحظ المرتدة الآن، ربما تأتي بخطورة، ربما تأتي بخطورة. الله، نعم تأتي بالخطورة، تأتي بالخطورة ويسجل كاتانيا مرة أخرى. الفريق اللي وصل مرتين، بس مرتين، سجل في المرتين هدفين. هذه كرة القدم، كرة القدم وأحكامها، كرة القدم وأفعالها. والأرجنتيني بيرغيسيو، غونزالو بيرغيسيو، لاعب سان لورينزو سابقا، لاعب كاتانيا حاليا، يأتي بالهدف الثاني، يأتي بالهدف الثاني ويستغل أيضا. باقي 16 دقيقة ليس إلا على نهاية مباراة هذا المساء. كرة من جانب ريكاردو مونتيليفو، استقبال من بالوتيلي، مر وتقدم وسدد، خطيرة، جول جول. هو البديل، هو البديل الناجح لميلان، البديل الناجح لميلان باتسيني، يأتي بالتعادل ويعود ميلان، يعود ميلان. بالوتيلي قوية جدا، المتابعة من الهداف باتسيني بالفعل، المتابعة الموجودة، المتابعة الدقيقة، المتابعة تأتي بالتعادل وبالتالي. بواتينغ، باتسيني، هذه خطيرة، 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 هذه جول، هذه جول، 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 جول. ميلان البديل مرة أخرى، باتسيني وتنفس جاليان السعادة. يجلس على الخط يا جاليجري، هذا ما يكون بديل في اعتقادي، في خطأ في اللعبة الماضية، الشعراوي في الكرة الماضية، والمطالبة كان في احتجاج طبعا على اعتبار بأن بالوتيلي، لكن بالوتيلي ما كان متداخل في الكرة الماضية. يبدو لي الهدف شرعي، بالوتيلي يقود ميلان، نعم بالوتيلي يقود ميلان للفوز، الفوز وضرب الجزاء، ضرب الجزاء موجود. بالوتيلي، بالوتيلي، لعبة كانت موجودة، العرقلة حاضرة، وضربة الجزاء نعم تحدث الآن، وبالوتيلي يتقدم الآن في، يتقدم بالو، سدد، هو
والمن يسدد ضربات الجزاء ربما في العالم كله الآن. 4-2 بالوتيلي، يا لها من مباراة مثيرة، يا لها من أجواء بالفعل فيها تقلبت الأمور، فيها تغيرت الأحوال، فيها ضرب جزاء موجودة لبالوتيلي على إسكو، ومرة أخرى بهذه الثقة العالية من بالوتيلي يسدد ضربات الجزاء وينجح بنسبة 100%. 100%.